مناطق الضفة في كان وجود مع سيدات نسويات رائدات في مجالهم. الهدف انه يكون في لقاء مباشر مثل هذا حتى يكون في هنالك حديث عن ليش احنا بلشنا بحمل الدستور المشروع وليش التركيز على فئة النساء بشكل كتير كبير. ورح تعرض ماسا الفيديو تبع الحملة والأفلام التوعوية اللي عملناها. لكن بشكل بسيط احنا شفنا كل الحملات اللي عملها بتقوم فيها المؤسسات النسوية من تغيير القوانين من تجميد للقوانين وما إلى ذلك. طب اليوم احنا في عنا القرارات بالقانون اللي بتم إصدارها عن سيادة الرئيس في حالات الضرورة، في حالة الضرورة بحسب نص المادة 43، وللكل توجه لها لما يكون هنالك حاجة لإصدار موضوع جديد احنا بدنا اياه كقانون حماية الأسرة وما إلى ذلك. لكن في حالة مجيء برلمان جديد او مجلس تشريعي جديد هو قادر ان يقر يحكي اوكي على كل اللي انعمل او انه يلغي. فبالتالي دائما المحاولات اللي بتم العمل فيها هي محاولات خلينا نحكي على كف عفريت اذا صارت في انتخابات وما إلى ذلك. فمش كثير هذا الاسلوب خلينا نحكي للتغيير، طبعا احنا بحاجة للتغييرات، لكن هو مش اسلوب سستينبل، مش اسلوب دائم، مش راح يعطيني الثبات اللي انا بدي اياه. فبالتالي شو لازم نعمل؟ هون السؤال، شو لازم نعمل؟ لازم كل المطالبات اللي حضراتكم بتطالبوا فيها تكون موجوده في القانون الاعلى المنظم لكل شيء. احنا اليوم بحمله الدستوريه يشملني، احنا واصلين لمرحله بسموها الببليك بارتيسيبيشن او المشاركه الشعبيه، اللي من خلالها انت بتشوفي من الناس ايش هم حابين دستورنا يتحدث عنه، ايش الامور التي يفترض ان تشمل في مثل هذا الدستور. فبالتالي مع الاتحاد العام وتنميه واعلام المراه ومركز الدراسات الدستوريه في كل محافظه هناك لقاء مع مجموعة من السيدات المهتمات في مثل هذه المواضيع، حتى أولا يستطيعوا أنهم يتعرفوا على المبادئ الدستورية، يعرفوا إيش لازم يكون موجود في هذا الدستور، ثم بعد ذلك إيش هم الأشياء اللي بيطالبوا أنها تكون موجودة فيه. فبالتالي زي ما أنت شايفة هي حملة تبادل خبرات ما بين الباحثات الموجودات في مركز الدراسات اللي بيقوموا بتقديم هذه التدريبات، ما بين السيدات اللي بيحكوا عن الأمور اللي بتهمهم تكون موجودة في هذا الدستور. بسعد وأنا فخورة جداً اليوم أني أكون موجودة في محافظة طولكرم مع الاتحاد العام للمرأة ومع سيدات ناشطات نسويات في محافظة طولكرم. وكمان بسعدني أنه إحدى طالباتي السابقات واللي هي باحثة في مركز الدراسات الدستورية تقوم بتقديم هذا التدريب. حقيقة إحنا اشتغلنا على أكثر من مستوى في هذه الحملة، من ضمن هذه الحملة كانت أيضاً أنه يتم تدريب الباحثات الشابات على مواضيع القانون الدستوري وعلى مشاركة النساء في الحياة الدستورية، ثم يقوموا الباحثات الشابات الموجودات في مركز الدراسات الدستورية بتقديم هذه التدريبات. يعني اليوم مش جاي أعمل سوبرفايزر على إحدى باحثاتي اللي أنا بفتخر فيهم جدا، لكن حبيت أشوف هذا التفاعل ما بين الأجيال، وكتير سعيدة بهذا اللقاء حقيقة، سعيدة بوجود ماسة معنا اليوم، سعيدة بكل أستاذة موجودة، وإن شاء الله يا ربي نستمر يعني في عملية تدريب الباحثات، عملية اللقاء مع السيدات، ولنأمل أن تأتي تلك اللحظة الدستورية اللي ممكن خلالها يتم إقرار دستور عادل شامل لفلسطين نشارك فيه جميعا. اليوم حابة أشارككم تجربتي بعد ما تخرجت كأولى في القانون الدستوري في جامعة النزاح. أتاح لي مركز الدراسات الدستورية الفرصة للتدريب على مجالات البحث في القانون الدستوري، لمجالات إعطاء التدريبات، لحتى اليوم أكون معكم جزء من هاي الحملة، أشارك في إعطاء لقاءات. فكتير سعيدة أنه الحملة أيضا ما تناولت فقط الإعطاء أو نشر مفهوم الثقافة الدستورية لكافة فئات المجتمع، لا، اليوم هي ركزت على الشباب وعلى دور الشباب وكيف تفعل دورهم في المشاركة أيضا على في مختلف المجالات. فاليوم جزء من هذا دور الحملة أيضا هي تفعيل مشاركة الشباب، واللي بتتضح من خلال مشاركتي سواء كنت أنا أو شابات أخريات معي في هاي الحملة بإعطاء لقاءات تدريبية فيها. إحنا اليوم عندنا ورشة حول الدستور يشملني بتعاون مع مركز الدراسات الدستورية وجمعية تنمية الإعلام تام والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والهدف من الورشة هو رفع مشاركة النساء في الحياة الدستورية.